التجمعات البشرية التي شهدتها مختلف المدن والمحافظات التابعة لسيطرة الحكومة السورية خلال الأيام الفائتة على خلفية الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الحكومة، فاقمت من الوضع الطبي والصحي فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد وفقاً لمصادر طبية. المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل عن مصادر طبية تسجيل أكثر من 96 ألف إصابة بالفيروس ضمن محافظات دمشق وريفها وحمص وحما وطرطوس واللاذقية وحلب بعد التجمعات والاختلاط الكبير في الحفلات الانتخابية، مع انعدام مسافات التباعد الاجتماعي وعدم تطبيق القواعد الاحترازية. من جانبها ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها أن وكالات الإغاثة والأمم المتحدة قد حذرت من أن الموجة السريعة والمتسارعة من فيروس كورونا المستجد وحالات النقص في اللوازم ستعرض حياة الملايين في عموم سوريا إلى خطر الإصابة بالفيروس. الصحيفة أشارت إلى أن جمع بيانات موثوقة في سوريا هو أمر شبه مستحيل، كون البلاد تعيش حالة ضعف كبيرة على مستوى البنية التحتية والخدمات وأنظمة الرعاية الصحية. ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغت نحو 1,272,000 إصابة مؤكدة، بينها 25,234 حالة توفيات.